صباح الجمعة يشرق معلنا مرور 6 سنوات على ثورة 17 من فبراير. صباح يملأ الساحات والشوارع بأعلام الاستقلال ومظاهر الاحتفال، ويملأ النفوس بالحياة والأمل بعد أن تفردت ذكرى الثورة الليبية عن غيرها من ثورات الربيع العربي بالتعبير عن الفرحة وتجديد الاحتفالات. تكبير! تكبير! وليخرج الليبيون دون غيرهم في ذكرى ثورتهم، لا ليعترضوا على الأزمات والمختنقات التي أريد بها أن تنسيهم ثورتهم، ولكن ليعبروا عن فرحتهم بثورة كانوا هم أبطالها، وليتمسكوا بثورة دفعوا من أجلها أرواح شهدائهم ودماء جرحاهم. ميدان الشهداء في طرابلس أصبح رمزاً للتمسك بمبادئ ثورة فبراير بعد أن شنت الثورة المضادة حرباً ضروساً على عاصمة الثورة وساحة التحرير في مدينة بنغازي، لتحرم مدينة بنغازي وباقي مدن الشرق من إعلان فرحتهم بثورة لم تعد كذلك عند المطبلين للانقلاب. ما عادش نبو حاجة اسمها 17 فبراير إطلاقاً. الثورة المضادة التي جمعت أشتاتها خلف عملية الكرامة انقضت على ثورة فبراير بأذرعها السياسية والإعلامية وألصقت بها كل نقيصة، حتى تلك الجرائم التي قامت بها ميليشيات تعترف بعملياتهم الانقلابية. غير أن ذكرى فبراير لا تزال تمثل كابوساً لدى مناصري الثورة المضادة، فشعب يملأ الساحات احتفالاً بالثورة بعد كل هذا التشويه هو شعب تسري في عروقه ثورة سقاها بدمائه. فجرنا اليوم قريب رغم كيد الكائدين، عوننا رب قدير صاحب القول اليقين، ربنا قال لنا بشر الصابرين، ربنا قال لنا بشر الصابرين. سوف نبقى هنا كي يزول الألم.